تفضل اعطونا كرسي للدكتور. رجاء من جميع الشباب التوجه للهنجر قبل ما نلعب ونحوس في الهنجر بالادوات الكيميائيه الموجوده امامي. يلا شباب 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 السلام عليكم جميعا، طبتم وطاب مساكم، ويا هلا والله وغلا وكرت الحلا، ولا قول مساء الخير صباح النور ما تفرق مع احلى واجمل واغلى متابعين ومشاهدين ومتسابقين في هذه الحلقه الجميله التي تفصلنا عن الحلقه الختاميه من النونه. حياكم الله جميعا، عبد الله منورنا، لب قلبك، حمد اللاحم، المتسابقين الذين عادوا بعد اكتمال 800 مشترك ولا لا يا شباب؟ اتمنى المتسابقين يجون معنا. لو سمحتوا ممكن تسمعني صوت النمونيه يا شباب عشان ادخل امردغ فيهم. هذا عندك دكتور بجيك. اهلا وسهلا بكم اعزائي المشاهدين في مختبر هيماشتاين. راح نستمتع الليله وراح نشوف احنا وياكم بعض المواد التجربه، فلا تقول خلي العين عنك تقول. نتائج المتسابقين مع هذا المعمل الجميل راح نتعرف على اشياء كثيره وراح نشوف اشياء واحداث لاول مره راح تصنع في هذا المعمل. ولا لا دكتور؟ نعم تفضل دكتور. نعم دكتور، المواد جاهزه ان شاء الله؟ جاهزه ان شاء الله. والامور طيبه؟ والامور طيبه ان شاء الله. بس قبل ما نبدا شويه دكتور. تمام. راح ندي المتسابقين واحد تلو الاخر. تمام. نقفل الصوديوم شويه ونقعد ونرتاح ونقول ماشي. المتسابق الاول اللي راح يشاركنا يتفضل معي. المتسابقين ما بعد جو صح ولا لا؟ لماذا؟ ليش؟ ما ملت عينكم؟ يا الحبيب انت يا وينك؟ لا يكون عقلك راح مع شعرك يوم حلقت وقمت تسحب رجولك وانت وذولي من طلعوا ذولي؟ تعمل ايه؟ وليد الشمري وينك؟ وليد الشمري وينك؟ وليد وينك؟ دكتور وليد وينك؟ هيا تعال هيا تعال وليد. دكتور البوربنش يوهانتس في البربش. يس الفومج. يس السلام عليكم. نو نو يس 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 اهلا وسهلا معك في مختبر هيماشتاين. ليش متاخر؟ ليش؟ قلت تعال خليك حبيبي يا بعد كلمة لي الملعقة وينها يا دكتور؟ تعال خليك جنبي استنشق. ليه معمود؟ معمود؟ وزن صغير بس بالمعمود. يا دكتور في انفجار في شيء؟ غمقناه بزياده دكتور. زايد اللون ها؟ زايد اللون. زود اللون. قلنا بلون ذهبي اذا فيه. تفضل دكتور. ماشي. راح ارجع لك دكتور. شكرا. وليد
راح نعرف نتيجتك في هالمختبر الجميل. خليك وياي وراح نعرف اشياء كثيره. بالله ترى ما بقى الا شهر لا تذبح نفسك. معليش وليد دكتور عطني الايس. لا هو اكيد اللي سوي صح. لا اله الا الله هذا يغلي ولا بارد؟ تعال تبخر. انتبه انتبه الوضع خطير في المعمل. نتيجتك في حل الصحن. تمام قلت تمام. قرب تعال. تمام تعال. أحياناً بعد تجربتي في هالمعمل أخفقت كثير. واضح. وقدمت الكثير ولكن مع كل تجربة لحظة جميلة بحياتي. أوكي. دكتور أنت بتشرب يا دكتور. نتيجتك يا وليد مبروك ورجعت للبرنامج. شكراً يعطيك العافية. الجميع يقعد في مكانه. أحمد سعود ليش متأخر؟ دورة المياه. دورة إيش؟ دورة المياه. والله يا ويلك مني أحمد. أنا أقدر أختار واحد مكانك لكن عشانك متأخر تفضل معي. لا والله إذا خنت تفضل معي يا أحمد. خنت توضى ويلك. تفضل معي يا أحمد. الله رجع بليتك. أحمد المعمل خطير للغاية ولازم تعرف. تفضل أحمد. والله مو من المعمل من الشيء. أحمد تفضل. خليك هنا بعيد. تعال أحمد تعال. أي حركة ممكن تعرض نفسك للخطر. بس يا أحمد هذه آخر تجارب طبعا بحياتي في مؤتمر ألمانيا الأخير. أشياء كثيرة. تعال أحمد تعال. إيش حط اللاعب؟ تعال ما أعرف أنا مين. أحمد تعال تقرب عندي. أحمد تعال. إن شاء الله خلاص. ركز معي لازم تعرف أنك أنت في معمل. لا والله لا في مدفون. تعال. لا الله ما يلك. أحمد تعال. أحمد تعال. خلك. واحد. اثنين. ما تبي تجي أحمد؟ لا لا. المعمل محترم. قضية انك تطلع فوق الطاولة هذا الشيء يحزن كثير. تعال احمد. احمد تعال. ثاني مرة لا اشوفك متأخر. ها
مخبل فيها شيء هذا. أحمد تعال اشرب. ها؟ اشرب. اشرب بيتكم اشرب. يتم تعال خذ اكسجين يا أحمد. لا شم. ولد لا لا لا. أحمد تعال شم. ورسك يا أخي. على العموم نتيجتك يا احمد مبروك ورجعت للبرنامج. الجميع قد في مكانه. تفضل معي. شكرا احمد سعود. لا تاخر ثاني مره عشان ما احط الكاريزما واخذ تجاربي واحطها بين عيونك. تفضل. فيصل بن قربة تفضل معي المعمل. ليك شوية. السلام عليكم. السلام عليكم. محلول البوتاسيوم يا فيصل راح يغير حياتك للأفضل. أنت شاعر فنان ممتاز حضور جميل على الساحة، لكن عشان تقدم الأفضل لازم تشرب هالمحلول. المحلول فتح دمك. اسمع أنت ما طلعت نمونيه الآن، خلينا نجرب مع واحد متسابقين لغادرو. يلا شو رأيك؟ يلا. من فيكم يتجرى ويشرب هالمحمول المحلول؟ والحامل والمحمول. منو الشخص اللي تجرى وجاني للمعمل؟ محمد شهراني. جريء حتى لو عرضت نفسك للخطر. ولا عم اضيع احد من الخطر لانك خارج البرنامج. طيب لو اصبت بشغله وفارقت الحياه تتحمل المواقف ورده فعل اهلك؟ محمد برهبان تبون تنصحونه؟ معكم 50 ثانية تبون تنصحونا؟ يا مجنون يا بتوع يا طنيخة تعال يا روح يا بيب روح. عادي عادي كلنا بنموت. أنا خايف إنه المحاليل تأثرت من الصوديوم اللي قبل شوي فممكن يعرض نفس الخطأ. عشان أبرر نفسي وبرنامجي قل على الهواء مباشرة إذا تعرضت لخطر أنا أتحمل نتيجة الموقف هذا. تفضل معك الكاميرا. إذا تعرضت أنا للخطر أنا أتحمل هذه النتيجة ولا يتعرض أي واحد منهم للخطر. اشرب. اشرب. وش هذا؟ اشرب. اشرب.
اشرب وخذ راحتك، مو انت اللي اخترت الشيء هذا. رجاء لا احد دخل، هو المسؤول. انت المسؤول. محمد، في اسعاف يا شباب برا؟ محمد ما في اسعاف؟ اذا طاح ما حد يمسكه، ما لي علاقة. تشرب؟ ما تسأل الدكتور. اشرب اشرب محمد، لا تشرب. اشرب محمد، يشرب؟ لا تشرب، لا تشرب. حالي ولا مر؟ إذا طاح أتمنى من الإدارة يدقون على الإسعاف. كم كم بطل 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 اسحبوا برا المختبر، برا المختبر، برا المختبر يا شباب. شباب نادي الشباب، محمد نادي كل المتسابقين تفضلوا معي بسرعة بسرعة، ما في وقت. في إدارة تابعة، هو كان من المفروض إنه يشرب الغشاء قبل ما يشرب المحلول. كانت أعراضه في دقيقتين تنتهي، كان مناعته ضعيفة، راح يكون نص ساعة هو يتحمل نتيجة قراره. اعذروني أنا ما قلت له اشرب. على البرنامج يا عبد الله، هو اللي اختار انه يشرب المحلول. طيب حتى لو اختار ترى برنامج، برنامج انا قلت فقرتي ما لها اي سقف، سقفها عالي وهو يتحمل نتيجه المحلول يشربه. تفضل يا عبد الله، تفضل يا حمد، تفضل يا شباب. اجي معك ولا اجلس؟ تفضلوا معي البرنامج. انا اجلس معك ولا تفضلوا. أنا ما عندي يوم مرحميني. المحلول اللي شربه محمد ممكن يعرضه لإصابة العشر دقائق ألم في البطن. أنا أتحمل. ما حالي زي كذا ما أجيبها المختبر حتى لو واحد حمل مسؤوليته. ممكن غسيل معدة، أنا أعرف كل تفاصيل المختبر. حتى لو غسيل معدة في ناس يشوفونك إبراهيم. وأتحمل. تفضل استريحوا. ايش يعني؟ استريحوا. صدق والله. في اسعاف في دارة، تفضلوا. صالح تفضل، علي تفضل، محمود تفضل، تفضل عبد الله. اسمع يا ابراهيم. تفضل يا علي. كذا نظامك طيب تخلص كذا تستمر كذا على النظام ذا. ما بنشرب. تفضل يا صالح. وتفضل يا علي وتفضل يا عبد الله. بس لا حد يطلع يا شباب. ما في وقت يا شباب. في انا ما اتحمل ادنى مسؤوليه، لكن اللي في المختبر انا اتحمل نتائجه. ممكن يكون غسيل معده، ممكن الم بسيط، ممكن شوي ويطيب، ممكن يصداع ويروح الالم. انا بتاع كله. فيصل بن قلبه شلونك؟ الله جاهز دكتور؟ عطني الموبس اللي عملته في امريكا. ولا لا ال الفوس ميلس بي اند 205 البوتاسيوم.
العمل هذا يا فيصل عملته طبعا فترة قديمة وقدمت فيه مضاف إليه حامض الفوليك وكان تجربة جميلة. اللي صار بس طاح جدار البيت. الحمد لله سهل. الحمد لله. عافية. كذا بفيصل. تبخر فيصل. هذا مو بخور. هذا مواد كيميائية. عفوا إذا. فيصل تعال معي. فيصل بسرعة يا فيصل. فيصل واحد اثنين ثلاثة. تعال يا فيصل دقيقة. ايه الان فيصل انت لا 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 خربت التفاعل الكيميائي. خربت التفاعل الكيميائي. انت نمونة. الموية هذه خطرة على الحمد لله. المواد الكيميائية هنا سامة. تفضلوا برا مختبر يا شباب. تفضلوا برا مختبر يا شباب. الريحة لا ثانية واحدة زين خريجك ها؟ لا عين خفتيها هذا 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 حط لي هنا. تنبيه هام لصغارنا انه الاشياء اللي تشوفونها خطرة جدا حتى الكبار. الاعمال هذه والمحل المدة الله من خبرة وتجربة ومتابعة وحققت نسبة كبيرة من النجاحات الا انه اصبت في اكثر من عمل. اللي تخرجوا تحت يدي من أمريكا من ألمانيا من السعودية كثير لكن كلهم للأسف في السجن. دكتور أعطي النظارة. نظارة؟ عبد الله النجيباني تفضل معي. اشرب شيء. موفق يا ابو عابد. ركب السماعة لا هند. سمعت تربيز عبد الله وين حطها؟
سبب عمري. انت بلا تلمسيه يا عبد الله. بس ممكن نقطة. أول حاجة تعرف إن هذول مواد كيميائية. صحيح. يا أخي لا تلعب فيها يا أخي. لا ألعب فيها. لا والله ريحتها وصلتني. استنشق يا عبد الله. مع نفسك. عبد الله ودك تشرب؟ إذا شربت أنت قبل. أشرب أنا قبل؟ أنا بعد. لا العالم لازم يكون له فار تجارب. عشان كذا دكتور عطني بسرعة دكتور عبد الله راح تعرف نتيجتك الآن. عطني دكتور. هذا يفرقع ذا عبد الله تعال. يفرقع ذا عارفه بيشم. يوه ما يصلح تطالع فيه يا اخي. خذ النظارة. نتيجتك مثل الجوهرة المضيئة. تكفى. اسبوعين مطلعني لمنين. عبد الله شفت ال ال تكفى يا ابراهيم. تكفى. هي ما تشتين. هي مشتاي. هي مشتاي. تكفى لي اسبوعين طالع نموني. المرة ايش رايك؟ حاول تفكر فيها. المرة هذه برضو مبروك رجعت. هيا! يا دانيا! مبروك! هيا! كل الملا حينة الشام وفوزها اليوم تسعد والمجد تابر وترعد بدايها البداية. أنا أبوي أنت الصوديوم طاع البوتاسيوم. لكن جد سليم الحمد لله. تيجي ترجعون الحمد لله. دكتور وينك؟ رحت فين يا دكتور؟ موجود موجود. حلو حق ابراهيم زين. ريحني من عشان فذا غرسم جاي يتحداني في آخر كتاب صدره. قلت له يلعب بعيد. دكتور؟ نعم. تضحك على وش يا دكتور؟ يعني التفاعل؟ التفاعل. ساعدك أنت تفضل معي؟
سعد تفضل معي. بسرعة سعد. بسرعة سعد. قبل ما أسوي تجربة مع سعد، هل سعد يتحمل نتيجة المادة اللي راح أصنعها الآن أمام المشاهدين؟ تتحمل ولا لا؟ وش طيب اللي بتسوي؟ تعال راح أحط سعد كلثم مع شوية بوتاسيوم ونشوف شو طلع معنا. جاهز يا سعد؟ أوكي إن شاء الله. أنا يعني أشربه مثل محمد بعد؟ دكتور؟ أشرب ولا في شيء أشربه؟ حاب تشرب؟ لا ما أبغى أشرب شيء. نبغى نشوف اللون النهائي. وين الألوان يا دكتور؟ هذا وش يا دكتور؟ تعال اسأل. حط لون يطلع من نفسي بس ما تحط الدفء. طيب حط اللون. تعال اسأل. قريب هنا. خليك قريب تعال. تقول لا تخاف. ابعد تتسلم. تعال. تعال. ها؟ الموية اتش 2 او. شو يعني؟ يعني لو حطيت يدك راح تسيلها. تسيل؟ تميع. راح نرش جزء بسيط على عينك. فكر وبعدها راح اعلن نتيجتك. قلت هم. لا والله مو تم. قلت هم. انا قلت هم والله. تبغى نضحي مع احد المتسابقين يطلعوا من البرنامج؟ من الشخص الثاني اللي حاب يضحي بعمره ونحط المويه في عينه لو جزء بسيط. اقعد 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 يا فواز. لا احد يجي. معاذ. اي واحد طلع من البرنامج فضل معي. معاذ. إذا ما معاد. اللي طلع من البرنامج تفضل معي. معاد 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 يلا عاد عاد ارجع ارجع معاد ارجع 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 حطه بعينك ارجع 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 لا تحطه بعينك ارجع منجر منجر اشياء معاد ما تتعب ما معقل أما ناديك بعد شوي بس قبل ما نديك أبيك تقول قدام مشاهدينا عشان أنا ما يلحقني شيء. شيء أنت تحمل نتيجة الضرر اللي تعرض لها قل لا. المتسابق الجميل أبو خلاص قل لا خلاص قل أو معاد قل لا تفضل قل لا قل لا إن شاء الله ما في ضرر قل لا إذا ما تضررت راح تضرر سعد خلاص قل لا خلاص خلاص معاد قل لا معاد معاد ترى بضرر سعد تم معاذ خلاص بعد شوي معاذ وش تحمل وش تحمل وش تحمل معاذ قال انا اتحمل اهم شيء سعد ما يجي شيء تعال يا سعد 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 تعال قلت مو بجاي ركز معي يا سعد نتيجتك هنا تعال استنشق تعال لا لا هنا زين تعال تعال سعد نتيجتك يا سعد وش اللون هذا اللون الأحمر وهذا أخضر الجرين أنت تشوف نفسك مع اللون الأحمر ولا مع اللون الأخضر 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 إن شاء الله قلبك خضر انت نمونيه يا سعد تفضل برا المختبر عشان ما تعرف تكبر رجال ابتعدوا عن المواد الكيميائية يا شباب بليز بليز المختبر يا شباب بليز لا سبق جاي هنا
تاخذ الجوهرة كذا شد حيلك تيسر كلنا معك يا بعد شباب ارجع يا سعد محمد عبد الله محمود فلاح اتفضل معي محمود فلاح تعال 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 يا قلبي تعال مع الكاب هذا كنك فنان تشكيلي ولا اشكيلك اسكه اسكه من النار والهواء استغفر الله وتوب اليك لا حلقة الا بالله تفضل بسرعة مبروك ارجع معاذ انت متسابق خرجت برا البرنامج مين المتسابق اللي بعده تفضل معاي علي الكلثمي ومعاذ من الامارات تفضل معاي معاذ عينك والله انا والله ما مستعد انك تغادر معنا اليوم لازم يكون معي فار تجارب لازم اطبق على واحد من الشباب اللي منكم خوفي اني اطبق مع متسابق ولا يستمر لنهايه البرنامج دام معاذ احد المتسابقين اللي غادر البرنامج خلونا نطبق على معاذ لا وش رايك معاذ انا اشرب نص وتشرب نص فكرة شديده عشان كم انه منير بدون ابراهيم تعال يا معاذ قبل ما ابدا علي امسك هذه علي اعطي دكتور امسك دكتور خايفين ليش خايفين ليش لا ما عاد امسك النظارة اسحب علي ولا لك امسكها تعال يا معاذ قبل علي طيب اصبر اصبر معاذ انا لازم اجرب هاي تجربه جديده انا احاول اتجرأ وتكون او كنت تشينها في برنامج حياتك ويكون ضحيتها احد المتسابقين اللي غادروا جرب الدكتور هذه نتيجه علي يا معاذ تجربه من؟ واو خس 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 للأسف يا علي أنت نمونة ما نجحت ال حركتي يا علي تعال معاذ تعال معاذ طيب ما عليه يا رجال ما عليه وقال لي ارجع بتفاجع قد عبد الله تعال بس مش ما تطلع حبيب قلبي ترجع حبيبي الله يسعدك يا قوي يا رجال عبد الله حطها في عينك دقيقة بعدين بغسل وجهك الوضع سهل أبحط المحلول في عينك
في حال في أعقاب تلقائيا نروح للمغسلة وتغسل عينك تمام؟ كلمة مواطن طلع سعد نمونيه طلع ذا مين بتضر؟ امشي يا أخي وش أخبارنا؟ امشي الامور طيبه الامور طيبه امشي امشي يا اخي الامور طيبه يا حبيبي الامور طيبه تعال جاهز اطلع برا ما هناك هرجع لك يا معاذ لا تفكرني بنساك تفضل معي المتسابقة ليش يا دكتور التجربة فشلت ليش؟ نعم ليش التجربة هذه فشلت؟ التجربة دي فشلت لأن فيها مادة خاملة يعني مادة ما تتفاعل مع التانية حمد الله حمد فضل وياي ان شاء الله يا رب تجربة تنجح حتى لو دخلت ترجع بس تعال حمد شلونك يا حمد ناظرني ناظرني حمد الله حمد الفترة الماضية كان شاب جميل قدم نفسه ونظر الكاميرا هذا كاميرتك حمد لك الآن متابعين يتابعونك في كل مكان الحمد لله دورك مميز في المجتمع راح نشوف تجربة بعد شوي وإن شاء الله بإذن الله تكون تجربة جميلة براءة الاختراع هذه راح تكون مميزة بإذن الله في الفترة القادمة تعبت كثير أنا اشتغلت على نفسي كثير أنا قعدت 48 ساعة عشان أقدم نفسي في هالبرنامج ووري المشاهدين أنه الصدق فعلا أنا إنسان هيمشتاين الحقيقي هيمشتاين الحقيقي اللي الجمهور انتظره من زمان فهمت علي؟ حمد راح نشوف تجربة مع بعض احنا وياك بإذن الله ممكن تكون معي شريك كبير مهندسين انت مهندس فأنا احتاج مهندسين يقدمون نفسهم في الفترة القادمة يساعدوني وإن شاء الله نكون وفقنا في هالبرنامج جاهز يا حمد؟ جاهز بإذن الله بسم الله وبركة الله ونقول لا إله إلا الله لا إله إلا الله موفق يا حمد ونتيجتك يا حمد هي جاهز ما قد دخلت نمونية صح ولا لا لا ما قد شيء طيب ممكن تدخل نمونية اليوم اللي تشوفه ها اللي تشوفه حمد للأسف أنت نمونية نمونية يعني برا هلا ابو ذا ابو ذا قلب ميت الله يرحم عليك ارجع شد حتى قوم قلبك ارجع مبروك نظامك لا ترجع ان شاء الله بإذن الله حبيبي راجع راجع سلام شاق الوجه الله يوفقك الله عليك وش ثاني هذا راجع ارجع الله ابو خالد ارجع الحب الكم باك على من
لا ما تطلع يا خالد. لا والله ان شاء الله. الراب سلامات يا راجع حبيبي. ها وليد من يخرب بيتك راجع ان شاء الله يا حبيبي. خالد زوتي والعراب راجع راجع والصرخه والعراب راجع 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 بإذن الله راجع كل يقول احنا ما حد يقول شيء يقول بسرعه وش ذا بسرعه اوه اسف اسف الموضوع طلع شاهي 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 طيب تفضل معي تفضل معي يا فواز الشمري فواز تعال فواز انت ما زلت مستمر معي في البرنامج نعم صح لكن انا ما اقدر اخليك فار تجارب لاني ممكن اخسرك 5 ايام قدام وتعرض نفسك خطر عشان كذا حنرجع لمعاذ من جديد تفضل يا معاذ اصبر يا اخي خلنا نجرب تعال معاذ معاذ تبغى اسوي تجربه معك يا فواز ولا مع معاذ؟ لا والله معي معك راح اخسرك طول البرنامج لكن معاذ ممكن يعالج نفسه ممكن يرتب اوراقه لانه مو ملتزم معنا في البرنامج هو مو بصاير الا اللي كاتبه الله ولكن معي هذه المواد انا اعرفها اكثر مني ومن الموجودين عشان كذا لا تتدخل في شغلي اخوي فواز اعتقد المعاذ لو اصاب او اصيب بشغله ممكن طيب ايش رايك نتقسمها؟ اعطني النظارات لا النظارات دكتور بسرعة دكتور بس دكتور التفاعل هذا من اخطر التفاعلات عندنا في المختبر عشان كذا يعني فوز ارجع وراه كذب شايفني شايفني تحرقني يا اخي غسل غسل عينك بسرعه يا خلي خلي تعال فوز دقيقه خلي فوز طيب دقيقه غسل عينه 10 مرات ان شاء الله يروح الالم
عشان ثاني مره ما يتجرى ويقول انا قدها وقدود. فواز حاب تشوف تجربه؟ ما عندي مشكله. تعال مات يدك هبي ناظرك وعينه توجع بس خلوه علاجه عندي جيني تعال عطني المادة البروستو خلوه معي مادة خلوه عطوني ماي خلوه عطوني ماي بارد بس خلاص ارجو خلوه افتح واخذ يدك بسم الله ارفع راسك شوي خلاص وين ما تدري تعال ايش خلاص خلاص رجاء برا المخ رجاء برا شباب لان ممكن خلاص لا خلاص راح 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 عنده خلاص في الم الحين خلاص 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 انا اعرف خلاص 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 ارجع وليد حط عينك في المكيف ارجع ارجع تعال فتح عيونك فتح عيونك خلاص عادي 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 لا تفتك كثير يدك اجلس امسكوا لنا اجلس يلا تعال معي فواز وسام شايف اللون اخضر مبروك رجعت للبرنامج دور هنا
دور دور مع السد يا رب. وين في شيء ما ادري له من خذاه في تحتها لا في شيء ما يكون شربته جوا شربته مع السد وينه وينه عليك اعراض ها عليك اعراض صدق ما انا صدق ما انا صدق ما انا وينه شبه 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 وخر خله وخر وخر على المواد وخر على المواد وخر ما صدق معك وخر تعال 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 وينه تعال 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 صالح صودي بيقول ما صدق ما انا صدق معي والله من اللي خذاه طيب وش هو من الصوديوم وش لونه احمر وزي البل شبه تعال هذا شبه احمر وينه هذا الاحمر ادري عنك هاي بهارات يا ذكي خلاص على النبي بالله ابشر بالصودي ابشر هو ذا هو ذا هذا يقول بيض الله خلاص يا اخي ترى عاد تقدر تشكرني يعني وش تقدر تشكرني ترى اللي عندك شكرا شكرا ما لا اشكر الناس تقدر تشكرني على فكره تبو 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 يا انظامك كذا كل واحد جاء مكان انا فقه وجهه كل مسوي لك شي مختبرات كل واحد يدور محلول الصوديوم والله ما ادري شو بس عشان يقول دوروا بس حصلتها لا وصالح معطي بهارات طلعت بهارات اللي اعطيت سرور التفاعل كان مرة سيء للغاية ليش؟ ذا ليش؟ كيمياء ولا وش؟ انت نمني الناس الامير الله الله
والامور زين الكرسي مسوي كثير منكم عطني هات يا مخرجنا اعطوني هات كثير منكم ما يتوقع منه الاسباب اللي راح تدخل نمونيه فيها الحلقه لكن هالاسبوع اختلفت الموازين المختبر كان مختلف الاسماء كانت جديده التجارب كانت مثيره الأسماء كانت جديدة كل اللي نقدر نقوله إن هذا النمونية ما قبل الأخير يعني الجائزة قربت اللي بياخذ الجائزة الكبرى والثاني والثالث ما يتمنى انه يكون نمونيه هالاسبوع اختلاف الموازين في نهاية هالاسبوع كانت موجعة حاولت مرارا وتكرارا اني اغير من نظرة اينشتاين ما قدرت الثوب اللي مو بثوبك لا تلبسه المثالية الزايدة ممكن تأثر عليك في نهاية أسبوع إذا كان جهدك بدأ ينزل زي المعمل وزي البالون لما تفخه 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 توصل نهاية ثم تنفجر هذا الإنسان تعال لا 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 إن شاء الله تقدر جنبك السلام عليكم تعال عبد العزيز دكتور هذا خلاص شوف لي كاس جديد كاس جديد واعطوني كب كيك لان المحلول اللي معي هذا ما ينفع الا مع الكب كيك شكرا دعيتني سمعنا قصير ولا شو ده تعال اللي ود سمع شيء ومع اللقاء اللي انا دقدقه ها سمعنا شاقول يا اهل الدعم شاقول هذا نصيبي من المعيدي شاقول يا اهل الدعم شاقول هذا نصيبي من المعدي ها سلامتك لا 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 الله الله وصلك معي عبد العزيز شايف اللون هذا احمر وما بيه واللون الاخضر هذا ما بي لكن اللون الأخضر يبيك مبروك يا رجل ما ادري يا رجل
أقواك أقواك يا علي. سال الطيق سال. الله يسعدك. سال. سال. ما نبغى الحين حسان. سال الطيق أول أمر. أقواك. أهلا. ان شاء الله بس حق المره الاولى قد فرحنا بنرد. لا 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 اللي خارج الهنجر نداء نداء اللي خارج الهنجر يرجعوا للهنجر اللي خارج الهنجر رجعوا للهنجر اللي هم حمد اللاحم وسرور الروقي وفيصل بن قربه يتوجهون داخل الهنجر معهم 5 ثواني اذا ما جو راح يشوفون يوم ما شافوه بحياتهم تفضل حمد وين فيصل فيصل بن قربه وين جاي جاي ان شاء الله وش نطلعك؟ وش نطلعك يا سرور؟ كانك نموني؟ سرور وقف انا اكلمك. الكلام معك يا سرور، عشانك نموني ما تعودت انك تطلع نموني مو معناتها انك تطلع برا الهنجر، وش اللي مطلعك برا؟ ليش؟ لانه مكتوم مع ملك بسبب مشاكل. مو عاجبك الجلسة معنا؟ لا. مو بعاجبك؟ مو بعاجبك؟ لا. اطلع برا شكرا اطلع برا سرور عدنا في السبع فيصل من قربه تعال جوا فيصل تعال فيصل انا بس فيصل سرور تعالوا تعال تعال فيصل دقيقة أبي أرد أنا فيصل صوت تعالوا فقرتي وأنا أتحكم على كيفي هي بس مو معناها لا لو سمحت احترم فقرتي لحظة بس مو معناها تقول برا ادخل برا ادخل تدخل جوة الكمش روم تدخل أنت يا فيصل غرفة النوم ولا تطلع فقرتي تفضل بشم هوا طيب تفضل جوا دقيقة دقيقة إبراهيم إبراهيم لحظة دقيقة خلنا نتفاهم معك لحظة فقرتك علي أنه رأسا لكن احنا من حقنا ناخذ التنفس صح اخذنا اجابتنا ونتيجتنا وطلعنا خلاص من حقنا خلاص اخذنا النتيجه وحضرنا الفقره واخذنا النتيجه صح ولا لا؟ تفضل سرور وما تقدم معي الفقره تفضلوا عندي نقاش معكم الان على الهواء تعالوا تعال اذا خلص النتائج بنجيك عندي حاجه ضروريه بس لا ابراهيم ابراهيم ترى احنا ما نبي بزران عشان تقول اطلع وادخل اطلع وادخل ما اطلع برا فقره جان اي بس لا تقول لي اطلع بعدين ادخل اطلع بعدين ادخل ما تقعد معي فقرتي تقعد جوا في كم شروم تقعد لحالك اذا تبي تغير جو ايش علاقتك بكم شرون السالفه؟ تفضل. تفضل سرور. تفضل سرور، لا تقعد فقرتي تعال. طيب خلاص انا بجلس في المركز يعني. واحد. بجلس في المركز ابراهيم، بجلس في المركز. ترى اذا انتهت فقره معي حساب معك راح تندم عليه. انت وفيصل. انت خليك على قد كلمتك وقلت اطلع طيب. برا خلاص انتهى. انا موجود في المركز. مصور قال لي تعال تعال الكلام للجميع في الحلقة الأخيرة من النمونية للأسبوع القادم أي أحد مو متعود على صدمات النتيجة خبرني قبل ما أعلن نتيجته لأن ما أبيكم معي في نفس الفقرة راح أعلن نتيجته في نهاية الفقرة بس ما يكون معي في نفس الفقرة سرور الروقي ما تعود أنه يكون نمونية في الأسابيع الماضية ويوم أعلن نتيجته كانت صدمة بالنسبة له ليش أنا نمونية؟ ليش وليش؟
لازم نعرف انه كل واحد فيكم يجي يوم يقصر في اداء ما يقدر يقدم افضل ما عنده ويصبح نفسه مصير اي واحد خلال النمونيه. منصور قبل الاسبوع الماضي كنت نمونيه وكان اول مره يدخل معنا منصور الى النمونيه. صح صح منصور قلني ما كان يتوقع ان نمونيه وكان صدمه له وطالع برا الهنجر او غادر الموقع لان كانت نتيجه موجعه بالنسبه له. صح التجربة هذه راح تكون مختلفة لمنصور القليل. هل يا ترى منصور يرجع للبرنامج ولا يدخل في مرحلة خطر رغم انه لم يحصل على اي جوهرة؟ صح صحيح منصور قني نبدا التفاعل مع منصور قني بس المودة طول معك. اخوي منصور حطني جزء من شعرك ابى احطه في المختبر النظري عشان اشوف او من رمش عينك. حطيت حبيبي دكتور؟ نعم دكتور فهمي؟ تعال شايف اللي شايفه؟ نعم كيف؟ تحليلك الشخصي يا دكتور الحين ما يبقى يعني ما هي واضحة جدا مش واضحة؟ ما فيها وضوح الحين خليه يشوف يوصف لنا تعال يا منصور شايف ايش؟ ما شفت شيء صح؟ تكبر يا شيخ لانك منت بعالم مختبرات لكن لو تشوف اللي انا شايفه راح تكون ردة فعلك مختلفة عشان كذا انت نمونيه عليه الله ولا ما فيه ان شاء الله انا لك والله ان شاء الله انا لك منصور خلوني مع منصور شوي البقية يرجعوا مجلس بيجيك منصور تعال منصور ناظر الكاميرا هذه حبيبي منصور نعم للمرة الثانية تعرف نتيجتك لكن أتمنى أنك ما تغادر الهنجر وتتعود على الصدمات زيك زي زملائك الحمد لله اتفقنا؟ الحمد لله تفضل يا منصور شكرا لك بعد شبيب رجعت قبل ترجع الحين مبارك بعد سوا سوا أخاف مساعدة الآن فضل معاي المتسابق سعد الدوسري قرقورة وينك يا قرقور سعد؟ سعد قرقور كيف حالك؟ شلونك؟ سعدت بلقائك أنت جميل؟ لا أصلا دكتور أسمعت الانفجار الذي قبل قليل؟ لا 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 تمازح المواد الكيميائية فتصبح هباء منورا سعد الدوسري قرقور كيف حالك؟ الحمد لله
ستفرقان. أنا كذلك. دكتور، عطني محلول الصوت. لا دكتور. سعد الدوسري من أسماء اللي ما واجهتها في أي مرحلة من مراحل الخطر، جالس يقدم أفضل ما عنده، اشتهر في بعض العبارات التي أصبح لها صدى كبير في وسائل التواصل، أذكر بعضا منها أش. واليوم هو راح يكون من أحد أشخاص اللي راح يكون له تجارب جميلة في البرنامج. عدي دكتور، كيف حالك يا قرقور؟ تمام؟ تعال سعد. امسك دكتور ايجم. سعد مبروك. ولد 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 تمسح لي هذا الدكتور. دكتور خلينا نمسح عملينا دكتور. اغسله دكتور. قصة السن الأسود هذه متسابقي الكرام من اختراعات في منجم الذهب. انفجر علينا المنجم، كان معي مجموعة من الزملاء، كانت أيام ثقيلة بالنسبة لي. لحظة الانفجار كنت أنا في المقدمة، طار إحدى الجمرات الفحم ونشبت بين ضروسي وأصبح ضرسي الأسود، لكن حزين وجالس تشرب. تعال واسيني يا دكتور. حاضر واسيني. قول ان شاء الله حتصير عالم كبير. ان شاء الله تصير عالم كبير. فنان. فنان وانت اصلا فنان. انا اصلا دكتور إيه. كبير. صح. اصلا عالم كبير. صح. ما يحتاج. صح. تعال يا عبد الله الشهرادي. Thank you.
تبدي عند وجهي. حطي عند وجهي. عبد الله الشهراني. لا تشم انتبه. إذا تعودت عليه راح تصير عالم كبير ومؤثر في الكيمياء. عبد الله أخوك تعرض لخطر وغادر البرنامج وتوجه الآن للمستشفى وما جاتني أي نتيجة لسلامته. هل هو بخير ولا في طور العلاج؟ أتمنى من الإدارة إذا عندهم خبر يخبروني عن محمد. وين محمد؟ وعشان محمد يكون طيب لازم يشرب جزء من الصوديوم 200 جرام هذه عشان يصير فيه غشاء في المعدة ثم يرجع طيب وبصحة وعافية. أنا ما راح أشربك يا عبد الله. ليش؟ لأنك نموني. ذكرت معك غير الله يسعدك. صالح القحطاني تعال. تعال. أكثر واحد يدخل مرحلة الخطر هو صالح القحطاني. ليش يا صالح؟ ما أدري. أكثر واحد يعرض نفسه لمرحلة الخطر ويخفق دائما بالنتائج هو صالح القحطاني. ليش؟ مو خفق. أجل ماذا؟ خفق. إخفاء؟ لا 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 ما أخفاق إن شاء الله. بس يعني الحظ وعمايله. سمعنا؟ لا أقول الحظ وعمايله. الحظ وعمايله. أخلعكم الصوت. مالي ننسى الماضي؟ ننساه. نفكر في الحاضر؟ والله حاب تشرب شيء يرفع من أدائك يا صالح في الفترة الجاية؟ لا ما يحتاج. بدون ما أشرب شيء إن شاء الله نرفع أدائي بإذن الله. عطني محلول النوتاسيوم.
ممكن هالمحلول يغير من حياتك وتصير فنان كبير. اشرب صالح. ايش اسمه؟ اليونتايس. تأكد اسمه صح؟ تأكد من اسمه؟ ايه تأكد تأكد. فلا اشرب شيء ما امزح. المحلول هذا يا صالح بإذن الله راح يغير كل الأفضل إن شاء الله. بإذن الله ترى بدون محلول والله إن شاء الله تغير. بس اشرب أبشر. اشرب اشرب يا صالح. شرب هو يعني إن شاء الله الأمور طيب. معدتك نفس معدتي عادي ولا عشانك عالم مختبر؟ طيب معدة كيف الطعم يا صالح؟ نضمه حلو. المحلول هذا بإذن الله راح يوديك إلى بر الأمان، ولكن أنت نمني اليوم. نمني والله يا عزيزي بقول لك رجعت ولا والله ما في والله والله انت حرف تختم ابراهيم يا صالح. ايش راح ترجع حتى الجار ما راح تروح. هذا انجاز انجاز ولا ابراهيم يعني لو ان شاء الله نرجع زينه. انت مذاكر العصر اخوتك سعيد هدوء شو صالح الفرحان تعال. سعد جسمي بخش مكانه عادي قوتي موجودة. طيب أنت بتخش مكان علي في دكتور. أبغى آخر تجربة عملتها في ألمانيا ممكن تكون آخر تجربة وبعدها أموت. تجربة إيش؟ اللي سويتها في ألمانيا. تجربة اللي سويتها في ألمانيا.
أنا يوم شفت وجهك أنا يوم قمت بالاختراع هذا تخيل عاد صرت عالم كبير بعدين صار الناس صفقولي في كل مكان عشان كذا أنا فنان دكتور أنا فنان ولا مو فنان؟ لا دكتور أنا فنان ولا مو فنان؟ فنان فنان ودكتور كبير ودكتور كبير؟ مرة كبير ليش تقول أنا ماني فنان؟ ليش؟ خذ يا دكتور عشان ما أبلع المحلول نعم أنا فنان ولا مو فنان؟ فنان فنان نعم. كبير وعشاني فنان عشاني أنا فنان كبير أنت مبروك
نفسك يا دكتور. أنا عالم كبير. عالم كبير. فنان. فنان. جمهور صفق لي. جمهور صفق لي. مبدع مبدع. لا 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 عادي عادي. ولا بلا حط حط على سجاد حط لا حط على سجاد حط على سجاد اسحبوا اسحبوا كفنا كفنا اسحبوا 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 واخر عبود عبود بس جبوا جبوا عبد الله واخر بس 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 لا 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 اشهد لا اله الا الله اشهد اشهد عملك لا اله عملك الا الله ربي به اشهد صبعك صبعك اشهد وقف الصادم لا يا الله استاذ تحيه استاذ تحيه مبدع 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 والله طيب نبدا الان طيب نعلن النتائج يرجعوا دكتور جيب لي سرور وفيصل خارج الهنجر ما حاضر ابشر سرور وفيصل قام جالسين برا طلع لي برا الهنجر وناديهم الدكتور قلت شاب ندس كلنا ادس يا احمد شكرا شكرا انا ما مسه كنا تاير خلاص يا احمد ويك فحم يا اخي وفحم مهما فعلنا حرام التوبه اللي طلع نمونيه يجون عندي هنا البقية يجلسون معنا في الحلقة ما قبل الأخيرة سرور الراقي وفيصل بن قربة لو أي أحد فيكم يغادر البقرة مكتوم تعبان أقضب الباب الكلام لسرور وفيصل وأبغى اعتذار الآن في الفقرة سرور الكلام موجه لك أي تصرف برا إطار الفقرة راح تمسك البرنامج تعتذر من إيش يا مان تعتذر من خروجك من الفقرة تقدر تستأذن مني ممنوع من أنبات تفضل سرور لحظة لحظة دقيقة بس اللي قال لك اطلع منه أنا قايك اطلع؟ إيه طيب طيب أعتذر على إيش؟ ما تطلع إلا بإذني طيب أنا طالع أنت قلت لي اطلع المرة الأولى طلعت بدون إذني طيب صح ولا لا يا سرور؟ طيب عن المرة الأولى أعتذر تعتذر؟ عن المرة الأولى إيه ما تغادر الفقرة أي كان تمام؟ إن شاء الله فيصل بن قربة برجع لك سرور مبروك رجعت البرنامج وقت
سرور روقي راح يرجع للبرنامج. الحلقة الأخيرة الأسبوع الجاي، مو بأنك طلعت اليوم نموني وهمي ما تطلع الأسبوع الجاي. ممنوع خروجك من الهنجر للمرة الثالثة، تمام؟ تمام. مبروك. ثاني شخص راح يرجع للبرنامج هو اكد يا فواز، هو هو منصور القرني. الجوهرة القادمة، ارجعوا الآن الجواهر. فيصل تعال، كاميرا معك. خروجك من الهنجر بدون إذن راح يعرضك لشيء راح تندم عليه. أقولها في فقرتي، ممنوع خروجك إلا بإذني أنا. فقرتي لها احترامها، المتسابق لهم احترامهم، المشاهد لهم احترامهم. اتفقنا؟ اتفقنا. بيض الله وجهك. الاعتذار طيب الخاطر. الجوهر القادم ارجع فيصل مع نموني علي وعبد الله وصالح حمد الله حبك وين وسعد الكلم وفيصل بن قربة. تعال فيصل، يا ترى من هو اللي خذ الجوهرة؟ أنا؟ لا. هو؟ لا. ممكن أنتم؟ لا. ممكن الذي حصل على الجوهرة الذهبية هو عبد العزيز بن سعيد. تعال سجل، تعال سجل مرة ثالثة. هاترك الله يبيض وجيهم ويجعلني فداء. شباب رجاء ما عندنا وقت، مبروك الجوهرة الذهبية. الله يبارك فيك. طبعا. انت من تبنو من ايه؟ الحمد لله. تهدي الجوهرة لأحد من الشباب؟ جميع الماسية. تعال الماسية أول. طيب. أنا وقعت من نفس السبب. أقعد هناك يا عبد الزبر جارك. طيب. شوف. يا أخي لا يعطي أحد. اللي حصل على الجوهرة الماسية من الشباب، هل يا ترى من أسماء الموجودة معنا في مرحلة خطر ويعود للبرنامج؟ أم واحد من الشباب اللي رجعوا للبرنامج أصبحت رصيد له؟
هذا ما سوف نراه في الثواني القادمة. هو مصول قرني. منصور وعبد العزيز فضل معي والشباب النموني منصور وعبد العزيز وحقين النموني فضل معي بسرعة ما في وقت حمد الله فيصل تعال تعال حمد مبروك يا منصور سعد اقعد عبد الله فيصل ايه هنا على الطرف منصور تعال جنب بعض علي تعال منصور وعبد العزيز بن سعيد وينه تعال يميني عبد العزيز بن سعيد حصل على الجوهرة الذهبية الكابتن عبد العزيز ومنصور قبل ما ندخل في التفاصيل الجانبية انت كنت نموني وهمي وعدتي للبرنامج الف مبروك يا منصور برجع لك عبد العزيز ايضا كان خارج اطار الخطر وحصل على الجوهرة الذهبية وش تحب تقول للي صوتوا لك وصلوك للمرحلة هذه اقول بيض الله وجيهكم بياض نغار منه السحاب والله يجعلني فداكم واحد واحد وكل من صوت كل من دعم سواء بريال بعشرة بألف لا لا قف لمن تهدي هذه الجوهرة من زملائك لمرحلة الخطر الجوهرة عطني صوت مرعب يا عماد الجوهرة هذا نفس صوت الجوهرة هذه ممكن تستخدمها الآن ممكن تروح عليك في الفترة القادمة استخدام وقتي هل يا ترى عبد العزيز بن سعيد يهديها لأحد زملائه هذا ما سنسمعه من عبد العزيز خلال دقيقة عنا تفضل طيب خلي لا تضغطون عليه خلوه كنا نحبك ما عندنا مشكلة ترى عبد العزيز الآن سجل مع عمره ويفكر من هو الشخص الأقرب في نهاية ستار البرنامج حياتك أول شيء الله يبيض وجه الجمهور وكل من دعم وكل من صوت الله يجعل يهداهم ويجعل والدي والدي والديهم في الجنة والد والديهم صح وأما بالنسبة للجوهرة يا الربع فأنا مر علي موقف والله إن كلهم الشباب قسم بالله إن كل واحد إنه عزيز وغالي وإني أحبه وأعزه وأقدره ومعناته الجوهرة أني أعطيتها واحد إن أحسن من الثاني والله إن كلهم عندي سواسية بس إني مريت في موقف اللي هو مع عبد الإله المسعود دخلت غرفة العزل وكان في جواب ما جاوبته أنا طلع أبو عايض عشان السؤال هذا والحمد لله أنا رجع فأنا حسيت إن إيش بالشعور أي حسيت بالذنب إني أنا ما ساعدته ولا إني ما جاوبت قسلا عشان كذا ولا قصور في الشباب والله الذي لا إله إلا هو يا معزتكم إنه في القلب وأنتم تعرفون الشيء هذا فقوتي الثانية على الكلثمي فما أبغى أطيح في نفس هذا فإذا طلع علي لا قدر الله أرجو أنت شو أقول وقت 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 عبدالله حبيبي ما عندي وقت أنا أحترم وقت بعدكم طيب سعد رجع ما في خاطرك والله عليك شباب جاية تعال يا عبد العزيز تعال يا علي تعال يا عبد العزيز أخوتكم ما فيها أي شك ما في أي شك كلكم إن شاء الله على قلب واحد الرجل هذا حس بموقف وشعر فيه الآن قال لازم أستخدم الجوهرة عشان أهديها لمن كان سبب في هذا الموقف صح ولا لا؟ علي الكلثمي القوة الثانية لعبد العزيز علي الكلثمي راح يرجع للبرنامج وعبد العزيز يجلس
وراح يدخل مكانه واحد. حاب تقول شيء لعبد العزيز؟ ايوه اول شيء بقول بيض الله وجهك، جمع الله حالك، ما سويت شيء ويبيض وجه جمهورك وتستاهل، الله يجعلني فداك والله العظيم ما ادري كيف ارد عليك. مجار مجار ابد ما سويت شيء. النقطه الثانيه فقصاره في الموقف ذا، وعاد اقدر اكمل ما ارجع ادخل احد بدالي. طب اقدر اكمل تكمل انت ترجع للبراين، اقدر استخدمها في البراين. استخدمها في البراين ايوه. وحش بيض الله وجهك. طيب شكرا عبد العزيز، تفضل جيد. الله يجعلني فيك. عبد العزيز بن سعيد اهدى الجوهره الذهبيه لعلي الكلثمي. علي الكلثمي راح يستمر في البرايم، ممكن يستخدم الجوهره يعود للبرنامج. الان الموجودين معنا في مرحله الخطر اللي في النمونيه هم حمد اللاحم لاول مره من دوله الكويت، فيصل بن قربه طبعا لاول مره، ثاني مره عبد الله الشهراني ملك البرايمات، وصالح القحطاني ملك البرايمات، وايضا علي الكلثمي ملك البرايمات، منصور قرني او سعد الكلثمي عفوا. وين ليش قاعد هناك سعد؟ تفضل سعد الكلثمي، تفضل سعد عينا. نعيد من جديد، اللي معنا في مرحله الخطر سعد الكلثمي الكلثمي عفوا، حمد اللاحم من الكويت، فيصل بن قربه، عبد الله الشهراني، صالح القحطاني، علي الكلثمي. منصور قرني معك الجوهرة الماسية، مبروك، تقدر تستخدمها في أي وقت. الحمد لله رب العالمين. تهديها لأحد من الزملاء؟ وتخلي تحتفظ فيها؟ أولاً أحب لو سمحت لي أشكر اللي كان سبب في هذه الجوهرة، أنتم والله اللي صنع منصور وخلاه يوصل إلى هنا. أنا بدونكم والله ولا شيء، فعلاً أقسم بالله ولا شيء، حبي لكم ولا مع شيء. راسي والله الله يجعلني عند حسن ظنكم ويعيني إن شاء الله على رد الجميل لكم. تستاهل منصور. اللي دخلوا معنا في مرحلة خطر زي ما قلت احنا وياكم، هو واللي معهم جوهرة إلى الآن من الشباب، صالح القحطاني، عبد الله الشهراني، علي الكلثمي. هل يا ترى راح يغادر واحد من الشباب، أم يطلع فيصل، أم حمد اللاحم الكويت، أم سعد الكلثم؟ إن أخطأت فمن نفسي ومن الشيطان. شكرا للدكتور اللي شرفني في هذه الفقرة. إن أخطأت فمن نفسي ومن الشيطان، وإن أصبت من الله تقبل. تحيات أخوكم إبراهيم المعيدي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. والله ودي انكم كلكم انكم ترفعوا الراس كلكم اخوان عزيزين والي بحريني احمد. والله العظيم عبد الله فوزي انا راضي، ابيض بس اقسم بايات الله العلي العظيم اني ما غير ابغى بس الوقت والله العظيم. انك تستاهل والله صافي، وباذن الله انه ما تروح. والله ما تروح وقفه قبل، والله ما تروح ان شاء الله. والله ما تروح ان شاء الله فواز، والله العظيم ما انت الا اخوي قسما بالله. يا شيخ فواز والله العظيم لا والله خلاص اقطع والديك بالجنه، انا ابغى والله العظيم اني بس كنت ابغى والله. يا عبد الله تشعل والديك بالجنه. انا مراجع اصبر خلني اليوم قبل عشان عطني اخر اسبوع، بس اخر اسبوع اخر اسبوع. ايوه ما حد فضل مع شباك. ايه امسك اخر اسبوع. سعد 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 هذا اخي كلهم سعد. اسمع انت اخترت وليد صح؟ يا
وين سعد الدوسري؟ دوسري كتابك؟ احمد دقيقه بجيب الاوراق. Thank you.